هناك بتصريح أيضا للاحتياط بالمؤن والأغذية وباللجوء إلى أماكن آمنة لمدة 3 أيام، تم نوعا ما وكأنه تراجع عنه، لأنه قيل بأنه هذا الأمر أثار الذعر في إسرائيل، وقيل بأنه تم يعني فهم بشكل خاطئ. وضح لنا أكثر. يعني هناك حالة من الذعر في إسرائيل منذ اليوم الأول لأحداث التي حدثت في قطاع غزة، وكان ذلك واضحا في الساعات الأولى، ولكن حاليا نتحدث عن حالة الذعر بعد إعلان الجبهة الداخلية بضرورة جلب المياه والأكل والتمويل لتكفي ل3 أيام، وضرورة أيضا الحفاظ على أو سحب مبالغ مالية من البنوك، مما دفع بالإسرائيليين بالتوجه إلى البنوك ومحاولة سحب الأموال، وهذا ربما ما أثر على البنوك الإسرائيلية وأثار غضب البنوك الإسرائيلية من هذا الجانب تحديدا. ولكن على الأرض هناك نقص في المواد التمويلية في المحال التجارية، ليس فقط في داخل إسرائيل بل أيضا في الضفة الغربية، هناك نقص في المواد، هناك نقص في الوقود، على ما يبدو أن هناك شعور عام يدور في على طرفي الخط الأخضر حول أن هذا الشعور يدور بشأن احتمالية التوجه إلى حرب طويلة الأمد، وهذا يستدعي جلب المياه وجلب المواد التموينية والتزود بالوقود للسيارات وأيضا سحب مبالغ مالية من البنوك والإعلان إعلان الجبهة الداخلية، وخاصة بشأن ربما في ظل عدم سحب الثقة الآن المبالغ المالية بالحكومة دفع بالإسرائيليين الإسرائيلية. إلى الذهاب إلى البنوك في ظل الوضع الاقتصادي. صحيح، بعدما شهدوه يعني من حالة تخبط وصدمة لكل ما يجري، وهو ما عبر عنه الإسرائيليون تجاه حكومتهم. أشكرك من الجليل أحمد جرادات حتى اللحظة، نعود لك أيضا في حال كان هناك